تجهيز مع دافع العوين من خبر رجال حركة حزم استهداف الجيش الأسدي المدعوم بميليشيات إيرانية وأفغانية في قرية حندرات ريف حلب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. استهداف قرارات الجيش الأسدي. يلا يلا عمر رميت إزرا ميت وكمل الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هنا يتمركز جيش الأسد الخائن حركة حزم حتى الحزم بإذن الله. يلا يا رب. الله أكبر داخل البناء. الله أكبر الله أكبر. ممتازة ممتازة.